الكلام هنا على ترجمة ابن جريج، أعتقد في رجال البخاري اللي قيل فيه التدليس، صح؟ سنترجم للإمام العالم عبد العزيز ابن، طيب، إلى ابن جريج، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم أبو خالد وأبو الوليد القرشي الأموي المكي صاحب التصانيف، أول من دون العلم بمكة، مولى أمية بن خالد، وقيل كان جده جريج يعني عبدا لأم حبيب بنت جبر زوجة عبد العزيز ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد الأموي، فنسب ولاءه إليه، وهو عبد رومي، وكان لابن جريج أخ اسمه محمد لا يكاد يعرف، وابن اسمه محمد أيضا. حدث عبد العزيز ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح فأكثر وجود، لأنه شيخه المباشر، فاستوعب علم عطاء، وعن ابن أبي مليكة ونافع ومولى ابن عمر وطاووس حديثا واحدا قوله، وذكر أنه أخذ حديث صفية بنت شيبة وأراد أن يدخل عليها فما اتفق، وأخذ عن مجاهد حرفين من القراءات، وميمون بن مهران ويوسف بن ماهج وعمرو بن شعيب وعمرو بن دينار وعكرمة العباس مرسلا روى عنه، وعكرمة بن خالد المخزومي وعكرمة العباسي مرسلا وعكرمة بن خالد المخزومي وابن المنكدر وعبيد الله بن أبي زيد يزيد والقاسم ابن أبي بزة وعبد الله بن كثير الداري وأيوب بن هاني وحبيب بن أبي ثابت وزيد بن أسلم والزهري وصفوان بن سليم وعبد الله بن طاووس وعبد الله بن عبيد بن عمير وعبد الله بن كثير بن المطلب وعبد الله بن كيسان وعبده ابن أبي لبابة ومحمد بن عباد بن جعفر وخلق كثير، وينزل إلى أقرانه بل وأصحابه، نعم، فحدث عن زياد بن سعد شريكه وجعفر الصادق وزهير بن معاوية وإبراهيم بن محمد ابن أبي عطاء وابن أبي يحيى وسعيد بن أبي أيوب المصري وإسماعيل بن عليا وعم معمر بن راشد ويحيى بن أيوب المصري، وكان من بحور العلم. حدث عنه ثور بن يزيد والأوزاعي والليث وسفيانان، شوف فحول المحدثين يحدثون عن ابن جريج، والحمادان حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن عليا وابن وهب وخالد بن حارس وهمام بن يحيى وعيسى بن يونس وابن إدريس ويحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان وحمد بن حرب الأبرشي ويحيى بن أبي زائدة ووكيع والوليد بن مسلم وهشام بن يوسف وحجاج بن محمد الأعور وأبو أسامة حماد بن أسامة وروح وأبو عاصم وغير هؤلاء. قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: من أول من صنف الكتب؟ قال: ابن جريج وابن أبي عروبة. وروى علي بن المدينة عن عبد الوهاب بن همام عن ابن جريج قال: أتيت عطاء وأنا أريد هذا الشأن، وعنده عبد الله بن عبيد بن عمير، فقال لي ابن عمير: قرأت القرآن؟ قلت: لا. قال: اذهب فاقرأ القرآن ثم اطلب العلم. فذهبت فغبرت زمانا حتى قرأت القرآن، ثم جئت عطاء وعنده عبد الله فقال: قرأت الفريضة؟ قلت: لا. قال: فتعلم الفريضة. يعني هم كانوا يشترطون القرآن مع المواريث. قال: فطلبت الفريضة ثم جئت فقال: الآن فاطلب العلم. فلزمت عطاء 17 سنة. شوف انظر، يعني عاش غبر اختفى سنين ليحفظ القرآن، ثم المواريث، ثم 17 سنة بين يدي عطاء يتعلم منه. الراجل منا من السلفين الطيبين يريدون نصف سنة يجلس وبعدين يرجع بالبشت والسواك والغطرة ويكون عالم الدنيا. أنا ابن جلة وطلع الثنايا. لابد أن تموت وتجسو بركبتيك وتصبر وتثابر على طلب العلم. روى عبد الرزاق عن ابن جريج وقال: اختلفت العطاء 18 سنة وكان يبيت في المسجد 20 سنة. يعني يبيت في المسجد يصلي الفجر 20 سنة، 18 سنة بين يدي عطاء يتعلم منه. قال ابن عينة: سمعت ابن جريج يقول: ما دون العلم ما دون العلم ما دون ما دون العلم تدويني احد. وقال: جالست عمرو بن دينار بعدما فرغت من عطاء 9 سنين. وروى حمزه بن بهرام عن طلحه بن عمرو المكي قال: قلت لعطاء: من نسال بعدك يا ابا محمد؟ قال: هذا الفتى ان عاش، يعني ابن جريج. وروى اسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح وغيره عن عطاء بن ابي رباح قال: سيد شباب اهل الحجاز ابن جريج، وسيد شباب اهل الشام سليمان بن موسى، وسيد شباب اهل العراق حجاج بن ارطاه.
فإذا الإسناد يدور على ستة فذكرهم ثم قال صار علمهم إلى أصحاب الأصناف ممن صنف العلم منهم من أهل مكة بن جريج وكان أبو الوليد لقب بن هشام عمرو دينار يريد من السنة المذكورين من الستة المذكورين هو ابن جريج بل هو رأس فيه. قال الوليد بن مسلم سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج لمن طلبتم العلم كلهم يقول لنفسي غير أن ابن جريج قال فإنه طلبته للناس يعني طلبته مش عشان أرفع الجهل فقط وعشان أعلم الناس يعني كان عالما ليعلم الناس. قلت ما أحسن الصدق اليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر يقول طلبته لله يقول الفقيه الغبي في الزمان الذهب يقول بذلك وغير الذهب يقول طلبته لله ويكذب إنما طلبه للدنيا ويا قلة من عرف منه ذلك. نسأل الله العفو والعافية. يا رب احفظ قلوبنا يا رب يا رب احفظ قلوبنا يا رب واجعلنا ممن طلب للآخرة لا للدنيا. قال علي سألت يحيى بن سعيد من أثبت من أصحاب نافع قال أيوب وعبيد الله ومالك وابن جريج أثبت من مالك في نافع. شو انظر قال وابن جريج أثبت علي بن المديني قال ذلك وابن جريج في نافع أثبت من مالك. طبعا مسألة فيها نظر علي بن المديني شيخ البخاري لكن البخاري يرى أنه ليس أحد ثمت يعني ليس أحد يداني أو يسامي مالك في نافع. وروى صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه قال عمرو بن دينار هو ابن جريج أثبت الناس في عطاء. وروى أبو بكر بن خلاد عن يحيى بن سعيد قال كنا نسمي كتب ابن جريج كتب الأمانة ولم يحدثك ابن جريج من كتابي لم تنتفع به. وروى الأثرم عن أحمد بن حنبل قال إذا قال ابن جريج قال فلان وقال فلان وأخبرته جاء بالمناكير ما رسيله كالريح لكن إذا قال حدثنا أخبرنا عض عليه بالنواجس. قال إذا قال ابن جريج قال فاحذره وإذا قال سمعته أو سألت جاء بشيء ليس في نفسي منه شيء كان من أوعية العلم. قال عبد الرزاق قدم أبو جعفر يعني الخليفة مكة فقال أعرضوا عليه حديث ابن جريج فعرضوا فقال ما أحسنها ولولا هذا الحشو يعني بلغني وحدث وحدثت. قال أحمد بن سعد بن أبي مريم عن يحيى بن معين ابن جريج ثقة في كل ما روى عنه من الكتاب. وروى إسماعيل بن أبي داود المخراقي عن مالك ابن أنس قال كان ابن جريج حاطب ليل. قال محمد بن منهار الطريف عن يزيد ابن زريع قال ابن جريج كان صاحب غساء هذا عندما نقول يرسل إذا أرسل أو قال أو قيل نعم. وقال محمد إبراهيم بن أبي سكين الحلبي يعني إبراهيم بن أبي يحيى قال حكم الله بيني وبين مالك هو سماني قدريا وأما ابن جريج فإني حدثت عن موسى بن وردان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات مرابطا مات شهيدا فنسباني إلى جدي من قبل أمي وروى عني من مات مريضا مات شهيدا وما هكذا حدثته يعني انقلب عليه الحديث. قال ابن معين ابن جريج ليس بشيء في الزهر يعني ضعفوه في الزهر فقط يعني ضعيف في الزهر فقط. قال ليس بشيء في الزهر. وقال ابو زرع الدمشقي عن احمد بن حنبل قال روى ابن جريج عن ست عجائز من عجائز المسجد الحرام وكان صاحب علم. قال جعفر بن عبد الواحد عن يحيى بن سعيد قال كان ابن جريج صدوقا فاذا قال حدثني فهو سمع واذا قال انبانا واخبرني فهو قراء واذا قال فقال فهو شبه الريح مرسيله كالريح. وقال ابن عبد الرحمن المهدي عن سفيان اعياني ابن جريج انا احفظ حديثه فنظرت الى شيء يجمع فيه المعنى فحفظته وتركت ما سوى ذلك. يقول ابن القطان لم يكن ابن جريج عندي بدون مالك في نافع. وقال ابن المديني لم يكن في الارض احد اعلم بعطاء من ابن جريج. وفي روايه عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن ابي ايوب عن مسلمه بن مخلد قال رسول الله هذه من درر الكلام ما اتى به يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره ومن فك عن مكروب فك الله عنه كربه من كرب يوم القيامه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته. هذا حديث جيد اسناده ومسلمه له صحبه. على مسلمه بن خالد ايضا عن ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبه عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه قال من جلس في مجلس كثر فيه لغته فقال قبل ان يقوم سبحانك ربنا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان من المجلس.
ابن جرجي كان ثقة ثبتا أمينا، كان رجلا فحلا عالما نبيلا، وكان يقول بالمتعة، وقد تزوج 60 امرأة بالمتعة. وللاختلاف بين العلماء والخلاف في هذه المسألة، لذلك لم يبدعه أحد ولم يفسقه أحد، بل الجميع قالوا ثقة ثبت فحل من الفحول، وهو أعلم الناس بحديث أهل مكة وحديث عطاء ابن أبي رباح. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.